المنكر اللي كاين في السكر ما كاين في تابلاصه. وشوفوا معايا حضرات الاعضاء الموقرين، واش سوات سوات واش سمعت انت عارفه جات؟ انا بس حوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو سكوات. ها انت تفضل يا حاج، دوق 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 يا معلم، دوق 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 دوق، ما يهمكش. ها انت انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه. هذا سكر فرخه، هي بس مجهده شويه. انما الفرخه قدام حضراتكم اهي، ولكن حرام هادشي زي الفل. قبيله نظريين قلت لك بانه القيمه ديال الدرهم كاين لا ترتفع ولا يمكن لها تخافض. في الحقيقه باش نكونوا واضحين، في الواقع ديال الاقتصاد المغربي التعويم يساوي الانخفاض ديال قيمه الدرهم. كيكذبوا على الشعب دابا. انا كيكذبوا على الشعب سينا. انا دابا انا نفضل اننا نعطيك البرهان، نعطيك الوقائع، وانت من بعد انت قل لي واش كتكذب وتستنتج اللي المشاهد ديالك او اللي هذاك هو اللي غيستنتج بالملموس بان الحكومه كتكذب. السلام عليكم. اليوم سوف نرد على الداودي وترهاته وكلامه المعسول المسموم. قال إن دعم السكر والبوطة والشاي والدقيق أكبر منكر في المغرب، ولم يرى نفسه في جلسة برلمان يرأسها أوزين. أليس هذا المنكر أكبر من منكر السكر؟ ألم يرى كذلك منكر الفوسفات الذي لا يناقش في البرلمان؟ ما الفائدة من هذا البرلمان؟ لا تعرف ميزانية الفوسفات ولا أمواله ولا عائداته إلا من خلال ما يعلنه القائمين عليها. أليس هذا المنكر أكبر من منكر السكر؟ ألم يرى منكر ميزانية القصر التي تمر دون نقاش والتي هي أكبر من ميزانية قصر ملك إسبانيا؟ ليس لدي مشكل في منكر حجم الأموال بقدر منكر أن البرلمان يصدق عليها في 3 دقائق دون نقاش، أي أننا لا نملك برلمان، وهذا هو المنكر الأكبر والأخطر، وليس حجم الأموال بالنسبة لي، لأنه إذا كان هناك برلمان حقيقي ستكون هناك حجم أموال مناسبة. ألم يرى السيد داودي كذلك منكر الصناديق السوداء التي تنهب الملايير دون أن تناقش في البرلمان ولا أن تكون له القدرة على مراقبتها؟ ألم يرى السيد داودي كذلك منكر إصلاح صندوق التقاعد الذي سرقت منه 115 مليار درهم دون محاكمة السارقين فقط لأنهم مسؤولين كبار في الدولة المغربية؟ ألم يرى منكر سيارات الدولة الفاخرة وعددها الكبير التي تشترى من أموال الشعب والتي تعتبر بالمقارنة مع دول أخرى إهدارا سافرا للمال العام؟ رئيس جماعة يشتري سيارة أحسن من رئيس جماعة بفرنسا، وجماعته تفتقر إلى أبسط الأساسيات دون قانون من الدولة يحدد نوع سيارة الدولة ويحدد ميزانية لها كذلك. لماذا لا تحدد الدولة سيارة داسيا مثلا كسيارة لجميع موظفي الدولة؟ سيارة داسيا فيها مكيف، اقتصادية، تصنع بالمغرب، رخيصة والكثير من المميزات. لكن طبعا التقشف يفرض على الشعب فقط. كل هذه المناكير يمكنكم الاطلاع عليها بالتفاصيل في قناتنا، هناك حلقات خاصة عليها، بالإضافة إلى الكثير من المناكير الأخرى التي لم ترها عين الداودي الذي ينقصه البصيرة للبصر. ثم يقول لك السيد داودي دعم السكر والمواد الأساسية هو أكبر منكر بالمغرب، وسير الله يلعن اللي ما يحشم. تفتح حقول التجارب على الأسلحة بابا واسعا، ولكن إلى أين تتجه الأسلحة؟ دعونا نركز على العالم العربي. فيما يلي ترتيب الدول العشر الأولى متضمنا تركيا وإيران. المملكة المغربية في المركز العاشر إقليميا، 51 عالميا. الميزانية 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا كل عام. 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا كل عام. كل عام.
كشف على أرقام ميزانية القصر الملكي، أرقام خيالية ربما بالنسبة للبعض. 2.6 مليار درهم اللي يعطينا تقريبا 234 مليون أورو، اللي يعطي بالتونسي 475 مليون دينار تونسي وإلا مليار تونسي، بالمقارنة بعدد من البلدان اللي فيها أنظمة ملكية. في إسبانيا 25 مليون أورو، في بريطانيا 32 مليون أورو. البلد الوحيد اللي يتفوق على المغرب ولكنه ما هوش ملكية هو الولايات المتحدة الأمريكية. ميزانية الدار البيضاء والرئاسة الأمريكية هي 260 مليون دينار إذا كان يحسبوها ب أو 260 مليون أورو. يعني أرقام كمان هذه وقت الحديث متواصل في المغرب الكبير إجمالا، في أوروبا وفي العالم على أزمة اقتصادية، هل فيها مشكل أخلاقي ربما ناجي الخشنوي؟ إذن صندوق المقاصة هو السبب الكبير ديال عدم التوازنات المالية. نعرف أن مثلا بلغة الأرقام 186 مليار درهم للصفقات العمومية والجماعات المحلية 15 مليار درهم. هذا كله، هذا المجهود الاستثماري سيترجم عن طريق الصفقات العمومية. الكل يعلم أن في المغرب ما عندناش بعد قانون، نحن نتكلم عن مرسوم هو الذي ينظم الصفقات العمومية، يجب أن نتحرك في إطار القانون التشريعي. وهنا سأعطيك مثال من مدينة جوميم. هذا تسيير لشخص محسوب على الاتحاد الاشتراكي ببلدية جوميم. هذه الصفقة موقعة على بياض من طرف مكتب المراقبة، هذا مفروض أنه يراقب هذه الصفقة. هي هذا رقم الصفقة وهذا التوقيع. إذن أنت رئيس ممثل الحزب، لك أن تضع ما تريد. يقول كلاما معسول بعسل دس فيه السم ليخدع الأغبياء. يقول أن الأغنياء لا يجب أن يستفيدوا من الدعم. جيد، كلام جميل. قبل أن تنفذ هذا وركز معي جيدا، يجب عليك القضاء على الرشوة والفساد والمحسوبية والزبونية وإصلاح الإدارة. لا تستطيع أن تقوم بذلك مع إدارة فاسدة. وأعطيك أمثلة، كلنا شاهدنا مثلا التلاعب الذي يطال تعويض مثلا المستفيدين من أسواق القرب بالشمال. حيث يستفيد أشخاص لا علاقة لهم بالسوق الذي تم نقله، ويبقى البائعين الذين كانوا في السوق الأصليين الحقيقيين مرميين في الشارع دون عمل. يحصل هذا عبر دفع رشاوى للمسؤولين عن هذا الأمر. هذا هو المشكل الأول. لكن دعنا نقول حتى وإن نفذنا ذلك وقمنا بمنح بطاقات تموين أو دعم مباشر لأسر مغربية، فكما شاهدنا ما حصل في بطاقة الرميد مثلا والتي يموت حامليها في باب المستشفيات. وإليك مثال، إذا أمرك طبيبك اليوم في مدينتك بعمل سكانر بالرباط مثلا، فعندما ستذهب للسويسي مثلا ستحصل على موعد بعد 6 أشهر على الأقل، وعليك دفع رشوة لا تقل عن 600 درهم للحصول على موعد قريب. هذا إذا كنت تعرف من تدفع له الرشوة. وإذا كنت مريض مثلا بالسرطان، بعد 6 أشهر وأنت تنتظر الموعد ستكون قد رحمك الله، ربما قد تموت وأنت تنتظر الموعد. فكيف ستنجح الدولة في تطبيق هذا الفرز؟ ركز جيدا، مع إدارة فاسدة معوقة مليئة بالبيروقراطية والإجراءات السخيفة والمعقدة والرشوة وما إلى ذلك. كيف ستنجح الدولة في تطبيق هذا الفرز بين من يستحق الدعم ومن لا يستحق؟ كيف ستضمن الدولة عدم ظلم أحد من الفقراء وبيع حقه لمن لا يستحق؟ هذا إن لم نطرح مجموعة من التساؤلات الأخرى، مثلا هل مقدار المال الذي سيدفع كدعم مباشر إذا دفع أصلا هل سيكون يساوي فعلا ما قد يدفعه المواطن من زيادات شهريا؟ مثلا تدفع 1000 درهم زيادات ثم تعطيك الدولة 500 درهم. وأيضا إن لم نتساءل، هل الطبقة المتوسطة ستستفيد من الدعم أم ستغرقونها في الزيادات لتصبح هي كذلك طبقة فقيرة؟ يعني واحد لديه مرتب 5000 درهم بالكاد يكتري مسكن ويدرس أبنائه في تعليم خصوصي على الأقل التعليم الابتدائي في غياب التعليم العمومي الفاشل وبالكاد يصرف على البيت، هل هذا الشخص ستعتبره الدولة غني وستدفعه بالزيادات للفقر؟ أيضا كيف ستدعمون الأسر فقط؟ قلتم أنكم ستدعمون الأسر فقط
وأنتم تعلمون أن 50% من الشباب المغربي عاطل عن العمل ويصرف على نفسه أو يعمل باسمك 2800 درهم ولا يستطيع الزواج، إذن لا يستطيع تكوين أسرة، ويعيش منفصل عن أهله في مدينة أخرى كالدار البيضاء أو طنجة، ويكتري غرفة ب 600 درهم يصرف على نفسه بالكاد، لا يستطيع الزواج ولا يصرف عليه أبويه، فهل سيستفيد وكيف يعقل أن لا يستفيد وهو ينتمي للطبقة الأضعف والأخطر التي تخرج لنا المرضى النفسيين والقتلة والمجرمين والإرهابيين والدعارة؟ بما أنكم قلتم ستدعمون الأسر فهذا ربما لن يستفيد ما دام لا يملك أسرة، وأنتم ستدعمون الأسر فقط سيعتبر تابع لأبويه، وستقول الدولة أن أبويه يستفيدون من الدعم رغم أنه لا يعيش معهم ويصرف على نفسه. إذن إذا كانت الدولة تريد تطبيق رفع الدعم عن المواد الأساسية أو إلغاء صندوق المقاصة، عليها تطبيق ما يسمى وما هو متعارف عليه بالشوماج. وإذا كانت الدولة لا تستطيع أن تطبق ما يسمى بالشوماج، فعلى الأقل عليها أن تدعم من لا يعيش مع أهله ويعمل في مدينة أخرى ويصرف على نفسه. أقول الشاب وليس الأسرة، الشاب الذي لديه 30 سنة 28 سنة وغير قادر على الزواج بسبب إما لأنه عاطل أو لأنه يعمل في البناء أو في شركات النسيج ولا يستطيع الزواج. فهل ستستطيعون فعل ذلك؟ لا أعتقد أنكم تستطيعون، ولا أعتقد أن لديكم الإدارة القادرة على الفرز بدقة بين من يستحق ومن لا يستحق. والضحية الأولى سيكون الشباب، والإصلاح عموما سيكون على حساب معاناة الشعب. المشكل أنكم لم تكتفوا برفع أسعار المواد الأساسية التي يدعمها صندوق المقاصة عبر رفع الدعم عنها وفرض ضرائب عليها استجابة لأوامر البنك الدولي التي تستبيح سيادة الدولة المغربية، بل استجبتم كذلك لأمر تعويم الدرهم رغم وجود عجز في ميزاننا التجاري مما سيؤدي إلى رفع سعر كل شيء. طبعا الحكومة هي اللي كتحمل مسؤوليته. أنا كنقول بأنه النظام السياسي بعمته الحكومة والقصر يا أخي. إحنا في نظام ديال الملكية التنفيذية، حيث القصر الملك يحكم، هذا هو الواقع. أي أنه في قرارات بحال هذه يمكن اللي كيقول بان هذا التحرير او عفوا تعويم الدرهم غير هذه العمليه، كاين بعض الناس وبعض الاختصاصيين تيقولوا بانها غتساهم في نمو الاقتصاد المغربي، حيث ان مثلا تساهم في نمو الصادرات المغرب. يعني واش هذا الشيء ممكن؟ الو خبي دابا ايفيكتيفون نشوفوا من يدافعون على هذا التوجه. اش تيقولوا؟ تيقولوا بانه هذا النظام هذا مين حكم مين مثلا القيمه ديال الدرهم غتنخفض، لان هذا خصنا نعرفوا بانه في الاطار قبيله نظريا قلت لك بانه القيمه ديال الدرهم كاين لا ترتفع ولا يمكن لها تخفض. في الحقيقه باش نكونوا واضحين، في الواقع ديال الاقتصاد المغربي التعويم يساوي الانخفاض ديال قيمه الدرهم، ما كيساويش ارتفاع باش نكونوا واضحين. لان انا قلت لك العجز ديال الميزان التجاري، يعني المؤشرات اللي قلتين اللي قلت كتجعل ما غتساعدش على دائما تخليه غير هابط. احنا في حاجه لعمله أجنبية أكثر من الأجنبيين وفي حاجة للدرهم. إذن إحنا كنطلبوا اليورو ما كنطلبوش الدرهم. إذن الطلب على الدرهم منخفض والطلب على اليورو طالع. إذن غاد نكونوا دائما في واحد الوضع اللي الدرهم هو في واحد المنحة ديال الهبوط. كيف قلت القبيلة، السؤال الوحيد اللي مهم في هادشي كله مين الدرهم هابط، واش بنك المغرب عنده القدرة باش يدافع على واحد المستوى معين ويخليه ما يهبطش تحت من ذاك المستوى اللي إذن نعاود نرجع. إذن هذا الانخفاض دابا هذا هو ليبوتيز اللي خدنا نقطو هي أنه الدرهم هابط. من وهذا طبعا حتى المسؤولين كيقبلوا هذه الفرضية، لأن جوستومون تيبرلوا بها هذا الاتجاه. اش تيقول لك؟ تيقول لك بأنه مين الدرهم غادي ينخفض؟ يعني تزيد الطلب على السلع المغربية، أي أننا الصادرات ديالنا غادي ترجع اكثر، لا اقل ثمن اقل تكلفه. اي انه مثلا بحال دابا الاجنبي اللي كان تيشري مطيشه نقولوا ديالنا، يعني غير ارتفع الحجم ديالها غتكون لي اقل ثمن، عوض ما كان كيشري مثلا ثلاثه ديال البياسات تيولي يشري 10. هذا من الناحيه النظريه، هذه من الناحيه النظريه هذه يمكن تقبل، ولكن حنا ما كنهضروش في النظريات، حنا كنهضروا في الواقع. شنو هو الواقع؟ تيقول لك بانه اولا المواد الأساسية الرئيسية اللي احنا كنصدروا
ليست خاضعة لهذا المنطق. يا أخي مثلا شنو نصدروا؟ كنصدروا الفوسفات. واش السعر ديال الفوسفات كنصدروه لأننا نقصنا ولا طلعنا في الدهن؟ السعر ديال الفوسفات هو سعر دولي كيتحدد على صعيد السوق الدولية، لا علاقة لها بها عندها علاقة زعما تذكر ب السعر يعني ديال الدرهم ولا هذا، لا علاقة بها. حتى بالنسبة لبعض مثلا المواد الغذائية، مثلا المصادر الصادرات ديال المطيشة، حنا كنعرفوا بأنه هادو مواد الميزان القوى الزبناء ديالنا الاجانب هما اللي عندهم ماشي حنا. اي وهادشي هذه التجارب راه حنا عشناها، لانه ماشي هذه المره الاولى فاش الدرهم انخفض. نعطيك لا هذه اسمح لي هذه مهمه خص الناس يعرفوها. مثلا مره الواحد في التسعينات كانت مثلا تخفيض ديال الدرهم ديال 5% وعاود 10% الى اخره. شنو لاحظنا؟ هادو المصدرين المغاربه اللي كيعيشوا هادشي وتيعاودوه، تيقول لك بانه الزبون الاجنبي ديالو مين كيسمع بانه الدرهم انخفض واش كظن بانه تيبقى يخلصوا نفس اليورو بحال دابا كان تيخلصوا اورو الكيلو ديال الطماطيشه، مين كنسمع بانه الدرهم هبط تيقول له لا واش غنخليك تربح داك 5% ديال الانخفاض، اعطيني النص ونعطيك النص. اي تيبدا يخلصوا اقل من اورو يعني. اذا الزبون الاجنبي هو اللي كيستافد من التخفيض. وفي اخر المطاف هذا هو المهم، كنلاحظوا بانه هذه استنتاج عام يمكننا نعتبره بانه التجارب كلها بينتو بان لا علاقه تذكر بين التخفيض ديال الدرهم والصادرات، ارتفاع ديال الصادرات. اذا يعني اي لا علاقه بين هذا الكلام اللي كتقول الحكومه والنمو ديال الاقتصاد المغربي. غنزيد اكثر اسمح لي الله يخليك باش نوضحوا. ازيد استاذ نجيب غير باش لان الوقت كيزحمنا ونحاولوا لا لان هو موضوع شيق جدا. يعني غير انت الان عطيت هذه المؤشرات ومؤشرات كامله كتنحو من ان غيكون تاثير سلبي لا محاله على الاقتصاد المغربي. واش ممكن نوضحوا للمغربي فين تكون التجليات ديال هذا التاثير؟ مثلا كيفاش التاثير ديالها على الفلاح اللي في القريه ما عندوش يديرها بهذا النقاش؟ كيفاش مثلا التاثيرات ديالها على الجاليه المغربيه اللي في الخارج؟ كاين الجاليه المغربيه اللي عندها رزقها هنا في المغرب راه تخلعوه وخافوا كيقولوا ويلي شنو غيوقع لنا في ديك الرزق اللي عندنا تما، كاين اللي كيحول فلوس. واش ممكن نشرحوا سي نجيب وغير اسمح لي راه الوقت كيضغطنا نحاولوا ما كان الو دابا. اذا قلنا بانه في النقاش تيقولوا بانه كاين واحد الجانب ايجابي اللي هو عبر الصادرات، حنا بينا بانه في الواقع مع الاسف هذا الجانب اللي تيقولوا ايجابي راه ما كاينش او لا يذكر. باغ كونتر بالعكس ما هو سلبي؟ تقبيه بانه واضح واوتوماتيكي. شنو هو السلبي؟ اولا خصنا نعرفوا بانه رحنا في واحد البلد، هذو الاحصائيات الرسميه كاش كتقول لك؟ كتقول لك بانه 40% ديال ما كنستهلكوه مثلا عائله عاديه كتستهلك 100 درهم 40 درهم في ذاك ال 100 درهم مستورده جايه من برا. هذا اش كيعني؟ كيعني بانه من القيمه ديال الدرهم غتنخفض، داك الشيء اللي كنستوردو كله غادي يطلع الثمن ديالو. غنبداو مثلا بليسانس النفط كله ماشي ممكن ياثر على الخضره الغداء مثلا الخضره ياثر على الخضره طبعا واخا كنزرعوها وكذا وشي ياثر عليها غادي ياثر عليها. اولا بعدا خصنا نعرفوا واحد الحاجه بالنسبه لقلتي الخضره، غالبا ما داك البذور البذور والاسمده والادويه باش كنتريتيو داك الانتاج ولا وراه في المغرب والاليات ديال الصاد كل راه مستورد. اذا الكلفه ديالو غادي تصلح. اذا الكلفه ديال الانتاج حتى الاشياء اللي كنديروا في زعما تنقولوا كنديوها في المغرب راه الكلفه ديالها غادي ترتفع، اذا الثمن ديالها غادي يرتفع. كاين ايضا الترونسبور النقل، كاين الخدمات المتعدده. اذا الكلفه ديال المواد اللي كان غادي ترتفع. الحكومه قولوا السلطات في النظام ديال الصرف الثابت في الحقيقه كانت الحكومه ديزون السلطات او الخزينه العامه هي اللي كتحمل العبء ديال انخفاض الدرهم. دابا هذا التعويم اللي خصنا نفهم هو انه عبر هذا التعويم الكلفه اللي غيديها هو المواطن العادي، الكلفه الحقيقيه ديال هذا التخفيض ديال الدرهم اللي هو في الحقيقه التخفيض ديال الدرهم ما هو الا تعبير على فشل السياسات ديال الحكومات المتتاليه. هذا هو اللي خصنا، لانك كنا في البلاد اللي كتنمى ومزدهره راه الدرهم خصو يطلع الى انخفض، هذا كيعني بان السياسات فشلت. اذا دابا الحكومه باغيه ان المغاربه هما اللي يبداو يخلصوا الثمن ديال الفشل ديال السياسات ديالها. سي نجيب يعني الان هذا ثمن الفشل واش الحكومه مستوعبه انه ممكن ينعكس سلبا؟
يعني الان تطبق هذا النظام هذا في ظل واحد انتشار واسع للاحتجاجات عبر ربوع المغرب، والمشترك بين هذه الاحتجاجات كامله هو مطالب اجتماعيه بالاساس. يعني واش كاينه الحكومه دار يعني في نظرك عندها خطه للتدبير ومواجهه ما يمكن ان ينتج على هذا النظام من اثار سلبيه؟ خويا بكل صدق انا زعما الشعور ديالي اللي كنلاحظ كيبان لي بانه مع الاسف هذا هو الحكومه ما عندهاش تصور في هذا الشيء. هي مسيره متحكم فيها، هي ما كتحكم في والو. اذا هذا ماشي مشروع، هذا ما انت كتشوف مثلا ونكونوا واضحين، انت اليوم في الصحافه ديال اليوم كنقرا بانه رئيس الحكومه بالنسبه مثلا المشروع ديال المجانيه ديال التعليم تيقول احنا غير كنسيروا كنديروا الناس خواطرهم. ايوا اش كيعني هذا؟ الحكومه والمسؤولين تيقولوا بانه ما يمكنش الحاله ديال المغرب ماشي هي حاله ديال مصر، وبانه احنا راه حنا قابلين الاشياء متحكمين. غير الواحد خصو يفهم اشياء بسيطه باش يفهم بانه مع الاسف هذا خطاب ما عنده اي مفعول. علاش؟ انا تنقول لك دابا بما انك النهار فاش انك قلتي بان السعر ديال الدرهم ماشي انا بنك المغرب السلطه اللي كنحددو ولكن السوق هو اللي كيحددو، صافي طلقت. اش كاين؟ اش تيبقى؟ علاش اكدت قبيله باش نتكلم على المخزون؟ تيبقى انه المانيت داك الفولا الطرف ديال البولا اللي بقات في يديك الوحيد هو المخزون. الا عندك المخزون وي يمكن لك الدفع، الا ما عندكش لان ما عندكش ما عندكش فاقد الشيء الا يعطيه. كيقولوا بان عندهم مخزون اللي يكفيهم 6 شهور. دابا الوغ شنو دابا بدات هنا كان مغالطه كبيره. لانه علاش؟ دابا اولا تيقولوا لنا انا قلت لك 23 مليار ديال الاورو ولا ديال الدولار بامبورت. خصنا نعرفوا بانه بعدا عندنا واحد الجزء مهم جدا من الواردات اللي هو لا قابل لاي نقاش. النفط والغداء هادو ما كاينش لهم نقاش، يمكن البلاد توقف ولكن لا بدخص تجيب. اذا في ذاك 23 مليار يمكن يقول لك عندك على الاقل بين 12 ولا 15 مليار كيف ما كان الحال ما يمكنش يقيسوا فيها باش يدافعوا على الدرهم ولا يديروا شي حاجه، هذه ما يمكنش يقيسوا فيها. اذا الهامش الحقيقي ديالهم هو واحد 3 ولا 4 ولا 5 نقولوا 5 ديال المليار ديال الدرهم. المغرب كيكذبوا على الشعب. دابا انا الشعب سيناتي. انا دابا انا نفضل ان انا اعطيك البرهان، اعطيك الوقائع، وانت من بعد انت قل لي واش كتكذب وتستنتج اللي المشاهد ديالك او اللي هذاك هو اللي غيستنتج بالملموس بان الحكومه كتكذب. ولكن انا المهمه ديالي نعطيك الوقائع باختصار، نقول لك بان الحكومه او السلطه ديال البنك المغرب ما عندهاش الامكانيات الموضوعيه، ما عندهاش القدره باش تدافع على الدرهم غدا الى وقع ضغط عليه. وهذا كيعني بانه غير لان في هذه الحاله كاين جوج الحوايج، اما غطلق اذا غتخلي الدرهم يزيد يهبط، واما غتمشي للمديونيه. المديونيه مشكل كبر وكبر وكبر منه من هاد من الحل الاول. اذا عمليا دخلنا في واحد النفق، يعني فين ممكن واحد النفق اختصار سيناجي هذا الشيء اللي كتقول فيه فين ممكن يدير المغرب؟ واش كيهدد السلم الاجتماعي في المغرب؟ كيهدد السلم مين غادي؟ وانا تنقول لك مين غادي؟ عندنا جوج دقائق، واش كيهدد السلم الاجتماعي في المغرب؟ طبعا كيهددوا بصفه موضوعيه. الى انا قلت لك غدا الناس ديجا القدره الشرائيه غير شو الارقام الرسميه، ماشي انا اللي كنقولها، الارقام الرسميه كتبين بانه منذ على الاقل 2013 القدره الشرائيه ديال المغاربه ماشي وهي كتدهور. الى غدا بداو غير اللي قابل بعد الارتفاع في البدايه هو البترول، هو النفط. الى بدا النفط والمواد الغذائيه كترتفع في الوضع الحالي ديال المغاربه ديال القدره الشرائيه اللي كتدور ديال البطاله ديال التهميش، كيفاش ما بغيتيش يكونوا اكثر من حراك زعما بصفه موضوعيه؟ لمشاهده الحلقه القادمه لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون اول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.